وهذه المفاجأة أيضا اليوم عقد مدربا فريقي برشلونة الإسباني وبوكا جونيورز الأرجنتيني مؤتمرا صحفيا استباقا لكأس مارادونا إحدى الفعاليات المصاحبة لموسم الرياض 2021 واللي راح يقام اليوم على ملعب مرسول بارك في العاصمة الرياض. وتجمع الفريقين اللذين مثلا جزءا مهما من تاريخ مارادونا في كرة القدم على مستوى بلاده والعالم. كأس مارادونا، يعني كثيرا ما نفتقد مارادونا اللي توفى، يعني فحلو انه يكون هذا الكأس، وخصوصا في الفرق اللي اشتغل فيها او اللي كان يلعب فيها مارادونا، شخصية تاريخية مهمة جدا في كرة القدم حول العالم، واحدث ضجة كبيرة اثناء لعبه واثناء وجوده اكيد طبعا. وما ننسى الهدف اللي كان باليد، هذا الهدف العالمي اللي انحسب هدف وفازت فيه الارجنتين. وبالمناسبة انا من مشجعي الارجنتين، خصوصا مارادونا اللي جدا جدا من جد احس كل السعوديين يحبوا مارادونا، ما ادري ليش. بس شكرا معالي المستشار على هذه الفعاليه المهمه جدا لكل محبي كره القدم. فاعتقد اليوم مرسول بارك راح يكون فل. اتوقع فل من الحين. ايوه اتوقع فل من الحين. عاد ما شاء الله عليكم انتم الثنتين ملمين بالكوره. انا والله العظيم مالي مال الكوره، فعشان كذا مشاهديني اقول لكم فاصل نرجع لكم.